حصل قدامك مثلا وعروسه حطت خطيبها في موقف مثلا واختارت حاجات بمبلغ معين كتير وعملت ايه بقى؟ يعني احكي لنا موقف من المواقف وقولي لي عملت فيه. بيبقى هو معترض، بيبقى يعني هو بيقول لها مثلا سي اتفقوا على 20، بس دي دايما بتحصل في الحاجات الكبيره على فكره مش في الصغير. فمثلا هو بيبقى معترض على الرقم، بيبقى لها مثلا 20، بتيجي هي تكتر عن ال 20، فبيبتدي من هنا بقى يشدوا مع بعض وبتاع. فلازم لازم لازم اتدخل، بس مش ما بينهم، اتدخل بطريقه كويسه ان انا بروح اجيب لها طقم شكله حلو اكتر من طقمه بسرعه يناسب ال 20، بصي ده ينفع ب 20 وبصي ده ينفع ب 20 وده ينفع ب 20، لحد ما هي تنسى فكره ان انا هعلي عشان ده عاجبني. يعني انت بتبقي شريك اساسي في لازم. خلافات ده النجاح اللي بتحصل كمان ما بين الزوجين. ده لازم، ده كمان من نجاح طبعا. لازم اتدخل بسرعه، والا هما هيعملوا مشكله وهيسيبوا بعض وهيسيبوا المحل ويمشي. فاساسي ان انا لا لازم اتدخل. بتعتبري نفسك مثلا اخت كبيره او لازم لازم بسرعه الم الموضوع ما بينهم وردي بقى والدنيا تمام ومش هيجرى حاجه، وبصي في حاجه حلوه قوي وممكن نعمل حاجه فكره ثانيه وممكن افكر لك في موضوع حلو، طب بصي لو خدنا ده مع ده لا انت هتعجبك قوي، مش شرط على فكره يبقى التقيل ده. وفعلا دي افكار كويسه، يعني احنا لو هي خدت الموضوع بصدر رحب وقعدت تبص معايا لا هتلاقي حاجات كويسه جدا وهتعجبها وهتمشي مبسوطه.